السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي العسوي وهكون موجود معاكم في كورس الـ Communication Protocols. الكورس ده هو كورس مصغر من دبلومة الـ Embedded Systems الكبيرة اللي بتتعلم فيها إزاي تكون Embedded Software Developer. الكورس ده عشان تفهمه هتكون محتاج تاسك أساسية هي C Programming، لازم تكون بتعرف تبرمج C كويس جدا وتكون اشتغلت على أي مايكرو كنترولر Input Output. ما اشتغلتش حاجة أكتر من الانبوت اوتبوت، بس تكون اشتغلت انبوت اوتبوت على أي مايكرو كنترولر. في الكورس ده هنتعلم الكوميونيكيشن بروتوكولز، هنطبق على الـ AVR مايكرو كنترولر. كل بروتوكول هنعمله هيكون ليه لاب وتاسك. اللاب هتبقى هاردوير، هتوصل لحاجة هاردوير وتشغلها، والتاسك لازم تسلم الكود بتاع التاسك بفيديو والتاسك شغالة عشان خاطر يتوافق على التاسك بتاعتك وفي النهاية تاخد الشهادة بتاعت الكورس. هيكون في أمثلة كتير جدا وتطبيقات على كل بروتوكول موجود، وهنتناقش في بروبلمز كتيرة. الشرح هيكون باستفاضة، ولو احتاجت ان انت تسأل في اي حاجة جروب الفيسبوك اللي هيبعت لك اللينك بتاعه بمجرد ما تسجل في الكورس، اول ما تعمل جوين للجروب هيقول لك من فضلك اكتب لي اسم الاكاونت اللي انت اشتريت بيه الكورس، وساعتها هيتعمل لك ابروف. ادخل اسأل اي حاجة في الجروب هتلاقيني بجاوبك بشكل شبه يومي ان شاء الله. طيب هنتعلم ايه في الكورس ده؟ اول حاجه هنعرف يعني ايه كوميونيكيشن، يعني ايه كوميونيكيشن اصلا، المايكرو كنترولرز بتتكلم ازاي، وايه هي لازمه الكوميونيكيشن اللي بنشتغلش ديجيتال بنز وخلاص. هنعرف ايه هي الكوميونيكيشن بروبريتيز والكوميونيكيشن ديفينيشن، شويه تعريفات اساسيه لازم تكون فاهمها عشان تفهم الكورس، وخصائص اساسيه لازم تكون فاهمها عشان برضو تفهم الكورس. بعد كده هنتعلم البيزكس بتاعت اي كوميونيكيشن بروتوكول، بحيث ان انا بعد كده لما ادخل اشرح الكوميونيكيشن بروتوكول اقول لك البروتوكول ده بيعمل كذا او بيشتغل بالميثود الفلانيه، تكون انت فاهم انا بتكلم في ايه. وانت بعد كده لما تروح تذاكر اي كوميونيكيشن بروتوكول تاني، بمجرد ما تشوف الكلام ده مكتوب هناك هتكون فاهمه على طول. بعد كده هنشتغل على الثلاثه بروتوكولز الاساسيه في الاي في ار، اليو ارت والاس بي اي والاي سكوير سي. كل بروتوكول من دول زي ما قلنا هيكون عليه لاب. اللاب ده هيبقى حاجة هاردوير هتطبقها، هيكون عليه دايركت سيميليشن هنعملها مع بعض في الكورس، وهنتعلم ازاي نديبج على السيميليشن بتاعنا، ازاي نشوف الفريم طالع ازاي، الفريكونسي والبود ريت طالعين ازاي، لو في ايرور ممكن نحله ازاي، وفي النهاية هيبقى في تاسك المفروض ان انت تخلصها وتسلمها. بنهاية البروجكت في الاي سكوير سي يعني هتبقى في تاسك بعد الاي سكوير سي بتجمع اليو ارت والاس بي اي والاي سكوير سي في بروجكت واحد عشان تتاكد ان انت فهمتهم كويس. في النهايه هنتكلم على ادفانسد بروبلمز بتقابلنا في الشغل، بنفكر فيها ازاي في البدايه، بعد كده بنبتدي نحلها ازاي. هحل انا معاك شويه بروبلمز وشويه تانيين هسيبهم لك تاسكات المفروض ان انت تخلصهم. هكون موجود على يوديمي ان شاء الله بشكل شبه اسبوعي لو انت حبيت تسال على يوديمي، لكن انا افضل ان انت تسال على جروب الفيسبوك عشان هيكون ريسبونسيف اكتر والطلبه هتساعد بعضها حتى لو انا ما كنتش متاح في الوقت اللي انت سالت فيه. لو احتجتني في اي حاجه ممكن تبعت لي على لينكد ان اللي ظاهر تحت ده. بشكرك جدا انك تنضمت للكورس ده، واتمنى ليك التوفيق، واتمنى المعلومه تكون سهله وسلسه وتعرف تطبقها بسهوله. بالتوفيق ان شاء الله في حياتك المهنيه والعمليه.